بالنسبة بقى للبرازيل الجردة ده برضه بيتعمل في المباراة اللي هي من 24 ل 40 متر. طبعا البرازيل بيغني عن مين؟ الأرض. هو أحسن من الأرض. هنشوف ليه بقى. أول حاجة فكرة عمل البرازيل برضه الجملة لما تشوف السيمبل جردة عندك كاميرا سيمبل قلنا بنعمل الجردة بالسيمبل دي لحد الجلد شورت أقل من أو يساوي 12 متر. ولو عندك ده أحمال موزعة في المومنت والقطاعات لحد اللي هو ال 12 ده بيبقى ايه؟ مناسب. يعني المشار صغيره فالعزم ايه؟ صغير والتسليح والقطاعات معقوله. لما البحر بقى يزيد 40 متر فانت عايز تعمل كمر 40 متر بس الدبس بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى 4 متر ولا حاجه بس بناء على 10 يبقى 4 متر. تمام؟ فجم يبصوا لو احنا فكرنا نعمل كده فده هيبقى القطاع بتاعنا. يعني لو انا جيت قطعت بقى في الكاميرا ده هيبقى شكل القطاع مثل النص هيبقى قطاع ليه عزم ايه؟ عزم كبير جدا تمام؟ وده العرض بي والدبس اللي هو مين؟ تي. يبقى ده سيكشن. قال لك طب لو جينا نرسم توزيع الاستاسيس كده تكتب مومنت على القطاع خدتها انت في 8 متر هيبقى عامل ازاي؟ مثلثي تحت اكبر ايه؟ شد وفوق اكبر ايه؟ ضغط. فقال لك يعني الاستاسيس فيريوس فين؟ فوق وتحت خالص. طيب الجزء اللي في النص ده تقريبا الاستريس اللي عليه تساوي كام؟ صفر. فقال لك يبقى انا مش محتاج القطاع كله، انا محتاج شويه تحت عشان يحط يشيلوا التنشن واحط فيهم شويه الحديد بتوعي. وشويه فوق عشان يشيلوا ايه؟ كومبريشن. وممكن اعمل في القطاع ده ايه بقى جوه؟ فراغ. لانه لو مش محتاجه اصلا. الاستريس وصل لكام؟ صفر. طيب لو جينا نعمل كده طبعا القطاع بتاعنا دي الكاميرا ماشيه كده. صح؟ طب ليه بص لك الاليفيشن بقى عامله ازاي؟ هيبقى فيه جزء علوي كده عشان يشيل مين؟ الضغط. وجزء سفلي عشان يشيل مين؟ الشد. طبعا الكلام ده ايه؟ في الاوهام طبعا. وطبعا في لسه العمود زي ما هو هنا والعمود زي ما هو هنا لانها ايه؟ كاميرا. المشكله ان ده طيب قال لك بس كل الفكره احنا هنعمل ايه؟ هنوصلهم ببعض. قال لك يبقى الحل ان انا اعمل عناصر بالمصدر ده رأسي. يبقى الاصل في الموضوع ان كان هيبقى في حاجه اسمها ابر كورد او ابر ممبر ده عشان يشيل ايه؟ كومبريشن. وده لور كورد عشان يشيل تنشن. كنت المفروض اعمل ده كله ايه بقى ما بينهم؟ فراغ. بس ايه اللي حصل؟ مش هينفع ده يبقى طيب. قال لك لازم نعمل ايه بقى؟ فيرتيكال ممبر عشان ينقل بقى الحمل من مين لمين؟ من الابر للور. واللور بعد كده هيتقل على مين؟ على عمدان. طبعا العمود ده هيبقى ايه؟ تنش يبقى برضه بليت وايه؟ وقشاش. كده يبقى وصلنا لمين؟ للبرانديل. ليه سموا ده بقى برانديل؟ عشان الراجل اللي اكتشف اسمه ايه؟ برانديل فقال لك نسميه على اسمه. يبقى ده البرانديل عباره عن ايه برانديل؟ كاميرا وعامل فيها شويه فتحات. استفاد ده ايه من الفتحات دي؟ اول حاجه خففت مين؟ الاوزان. الاوزان يعني انت حافظت على الدبس الكبير. انت لما البحر يكبر تحتاج دبس كبير محطوط على الدبس الكبير في نفس الوقت عملت فتحات فبالتالي قللت الاوزان يبقى قللت الايه؟ العزوم يبقى قللت مين؟ التسليح كل الحاجات دي هتقل ماشي كده؟ طبعا العرض بتاع الكاميرا او السيستم ده هيبقى زي ما احنا عارفين بكام؟ ب 40 عدد يبقى ده الشكل بتاعنا ماشي كده؟ عشان بس تخلي بالك ان دول فتحات ده السيستم بتاعنا اللي هو البالون طبعا ده مميز عن الارش ايه بقى؟ ان هو عدل بقى عندك الافق اللي هو الابر عدل والايه؟ اللور عدل فتقدر انت تعيش جواه بقى لكن الارش مش هينفع انت تستخدمه لان الارش عامل ازاي؟ عامل كده انت لو هتيجي هنا هيبقى عندك مشكله فين؟ في المساحه اغلب المساحه هيبقى ايه؟ واطي هنا في ميزه ان هو عادل فوق وتحت خلاص ده كايه كخرسانة نيجي بقى كاستراكشر ده شكل الفيزيكال سيستم بتاعه عشان دي حته مهمه تمام قال لك برضه
الارتفاع ده بيبقى اف اللي هو الارتفاع على رقم الزيتا الكام؟ 8. والمسافه دي اللي هي ال شارب بتقسم المسافه دي برضو اكس مثلا كل 2 4 او 5 متر. يبقى ده الابر واللور والبيت. ماشي. طيب لما نيجي بقى نحل ده كاستراكشر، ده فريم بقى ولا تراست ولا ايه؟ ما هو ده اللي هنقوله بقى. ده شبه مين؟ شبه التراس، بس هو مش تراس، هو ايه بقى؟ هو فريم. هو جاي من مين؟ هو في الاصل كان كبر، ماشي، بس انت عملت فيها ايه؟ فتحات، فبقى ايه؟ شغال كانه فريم. فلما تيجي تقطع في اي قطاع من دول المفروض يبقى عليه ان وام وايه؟ وكيو، ماشي؟ ويبقى عباره عن كلوز فريم، بس كلوز فريم بقى مش واحد، كلوز فريم متعدد الايه؟ الفتحات. يبقى مالتي ايفنت كلوزد فريم زي اللي انت كنت بتاخده في الاستراكشر، ده كان كلوزد فريم واحد. لما تعمل بقى كده واحد جنبه يبقى ايه؟ متعدد الفتحات. ماشي. الفكره في ايه بقى؟ ان هو في الاصل كان دي كانت فريم اليمنت، الشغل الاستراكشر بتاع التبر ده فريم اليمنت مش تراس اليمنت، لانك انت اصلا مش فرض ان دي ايه؟ هنج. دي ايه بقى؟ دي ريجيد جوينت. طالما دي ريجيد جوينت يبقى ده ايه؟ فريم مش تراس. التراس طبعا التراس ما عادش بيتعمل في الخرسانه لان هو صعب فين؟ في التنفيذ، بيتعمل في الستيل بس. بس لو انت بصيت على التراس شبه، بس كان لازم يكون في ايه بقى؟ دايجونال. يعني مش هيبقى ابر ولور وفيرتيكال بس، لازم يكون في ايه كمان؟ دايجونال. ليه بقى في دايجونال؟ عشان انت بتقول ده تراس يبقى دي كونكشن دي ايه؟ بين جوينت او هنج. هنج يبقى اي ايلمنت من دول يا اما يشيل شد يا اما يشيل ضغط، يعني يشيل ايه بس؟ اكسيال بس، يعني في نورمال بس. الشير والمومنت بكام؟ بس ماشي. فلما تيجي طبعا انت خدت القطع بقى فين؟ في الاستراكشر. لو انا قطعت في ده هيظهر لك كام فرصه؟ هي كام قوه قصدي؟ كام فرصه؟ دي واحد اثنين ثلاثه. ولازم الترص بعد القطع ده يحقق الالتزام المومنت والشير او قصدي المومنت واف اكس واف واي يساوي كام؟ صفر. الكلام ده صح ولا ايه؟ لازم احقق الثلاث معادلات. فدلوقتي في ممبرين اهو هيتزنوا مع مين مثلا؟ مع الهنج دي. يبقى في سميشن اكس هيتحقق. صح؟ المشكلة بقى في مين؟ سميشن واي. لو مفيش اللي هو الدايجنال ده سميشن واي كده ينفع يساوي صفر؟ ده هنا يساوي صفر. فلازم نحط الدايجنال عشان يتزن مع مين؟ على الرياكشن الراسي ونحقق المعادلة بتاعت ال اف واي بتساوي ايه؟ صفر. هنا بقى ده قلنا فريم، فريم يبقى لما تقطع هيظهر لك ايه؟ اكس واي. يتفقوا مع مين؟ مع الهنج دي بس. ماشي؟ دي الفكرة. فطبعا التراس ما بيتعملش في الخرسانة فمش لازمنا بقى التراس. نيجي بقى ده كاستاتيكال سيستم، ده الاستاتيكال سيستم بتاعنا. طبعا اضاءة سهل الاحمال في الاخر هيديك ايه؟ احمال معينة ايا كان. بيقول لك بقى لما تيجي تحل ده ده بيبقى ليه حاجتين خارجيا فاستاتيكال سيستم هنا خارجيا وداخليا. ده بيبقى ديترمينت اكسترنال. يعني ايه بقى؟ يعني انت شايف اهو انا فرض واحده هنج واحده رولر، يبقى هو خارجيا سبورتات تحدد استاتيكيا، تمام؟ لكن داخليا بقى المفروض لما تقطع في اي واحد من دول يديك ايه؟ ثلاث مجاميع. يبقى انت لو عندك مثلا اربع فتحات بس، ايه بقى لهم حدد كم مره؟ 12. فهو انديترمنت انترنال يبقى داخليا غير محدد. طبعا كده ازاي ده؟ لازم بقى يكون في طريق. هو الحاج بقى اللي اكتشفه قال لك الطريقه بتاعته. الطريقه بتاعته اللي انت بتفترض ايه بقى؟ ان النقط اللي في النص شغاله كانها ايه؟ انترنال هنج. يبقى نص كل ايلمنت دي انترنال هنج. معناها ايه انترنال هنج دي؟ يعني العدد في النص بكام؟ صفر. ده الحل بتاعها. الحل عشان تقدر تفك الشفره بتاعته دي ان انت تفترض ان في النص انترنال هنج. لو انت فرضت الانترنال هنج يبقى كل واحده من دول بتمثل ايه؟ كونديشن. كل واحده من دول بتمثل كونديشن يعني بتمثل معدل. يبقى انت كده تقدر تحل ولا لا؟ تقدر تحل. ماشي. يبقى الفكره كلها في البرانتين ان انت تفترض النقط اللي في النص انترنال هنج. تمام؟
بيقول لك طبعا لو انت فرضت دي انت هنج يبقى لازم الاحمال تاثر فين؟ انت لو انت حطيت بقى حمل موزع حمل وده فرضت انتنا هنج ازاي؟ لازم بقى يبقى لازم الاحمال اللي هتاثر على الفرضين لازم تكون ايه بقى؟ احمال مركزه وبتاثر فين؟ تاثر على الشغل يعني ده الفرنتين بتاعنا الاحمال اللي مش هتاثر فين بقى عندك انت ده يفيدنا في حاجه في الايه؟ في الحل دلوقتي لازم تاثر على الشيء ليه بقى؟ لانك لو انا كنت حطيت هنا حمل موزن يبقى المفروض الماكسيموم موجود فين؟ في النص وانت بتقول ان هو في الصفر يبقى ما ينفعش يبقى في احمال موزعه على مين؟ على الفرنتين يا اما تاثر فوق يا اما تاثر ايه؟ تحت يا اما شويه فوق وشويه تحت ده بناء على مكان مين؟ البلاط ما هو هنا يدينا احمال البلاطات الاحمال جايه من البلاط ماشي كده عشان ده يفرق معانا فين بقى ايه وضع البلاط يبقى ده السيركل سيستم بتاعنا والطريقه بتاعه الحل انت بتفرق قلت لها الهنج فبالتالي اثر عليا ان انا لازم احط الاحمال فين عند الشيء ماشي فنيجي للخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه البلاطه بقى مكان البلاطه فين في حاله البرانتين زي القرش هو ارتفاعه مثلا هيبقى 4 متر ولا 5 متر هي اف بتساوي قلنا ال على كام؟ على 6 8 فيوصل مثلا ل 5 متر لو هي 40 متر على 8 مثلا يبقى ارتفاعها كام؟ 5 متر فال 5 متر دول ممكن تحط فيهم البلاطه فين؟ فوق او ايه؟ او تحت فاول حاجه بالنسبه للسلاب ممكن احط البلاطه ات ابر ليفل او ابر كورن عند الاليمنت اللي فوق لو انا حطيت البلاطه فوق انا مجبر على ايه بقى؟ دي البلاطه عشان هيفرق معانا لو جاب لك قال لك اعمل لي مثلا دي لازم تحط ايه بقى مع البلاطه؟ سكان تقريبي الحاجه الثانيه لازم البلاطه دي تبقى ايه؟ لازم تبقى وان واي عشان ترمي على مين؟ على سكان تقريبي يعني لما باجي ارسمها في البلان لو انا رسمت بلان ده برانتين زي اي سيستم وده البرازيل اللي بعده. انا هحط البرازيل فين؟ خلاص فوق. يبقى في مفروض معايا فوق سكندري بيم تمام؟ سكندري بيم حطيتها مكانها مع مع الفيرت تمام؟ بس ما ينفعش دي مثلا تبقى 5 في 5 لان لو بقت 5 في 5 صورة سلاب يبقى ايه؟ توي يبقى هنا هيروح احمال موزعه لمين؟ للبرازيل لازم تبقى ايه بقى؟ لازم تبقى وان واي خليها زي وان واي احنا اتفقنا بقى اي حاجه عايز تخليها وان واي تقوم عاملها ايه؟ كل بلوك يبقى الاحسن تقوم عامل البلاطه دي كل بلوك الكل بلوك يا جماعه حتى لو هي 5 في 5 انا ممكن اقوم رصص البلوكات ازاي كده لو انت رصيت البلوكات كده يبقى غصب عنها هتبقى ايه؟ وان واي بس يبقى ايه اللي هيحصل؟ البلاطه هتدي حملها على مين؟ على السكندري بيم السكندري بيم هتدي ايه بس؟ ماشي هي الفكره كلها ان انت لما تحط البلاطه لازم تحط معاك كمات ثانويه والكمات الثانويه هي اللي بتدي حملها لمين؟ للبيت زي بالظبط كان ده بتعامل معاك كانه ايه؟ طاي مش الطاي ما كانش ينفع يشيل احمال وزعت نفس الفكره بالظبط ماشي ده مكان البلاطه الاولاني ممكن احط البلاطه تاني فين؟ تحت لو احنا حطينا البلاطه تحت هيفرق ايه؟ ولا حاجه بس هنا طبعا انت جوه الصاله شايف مين؟ شايف كل ده لان البلاط فوق خالص. النوع الثاني السلاب تبقى ايه؟ لور ليفل. دي البلاط. البلاطه دي هتختار مكانها عشان المكان ده جت في امتحان السنه اللي فاتت. جاب لك برندين كده وقال لك ارسم ليه اوت فانت لازم تعرف برضه ايه ليه اوت فانا لما اجي احط البلاطه تحت يبقى المفروض هتعمل كاميرات ايه برضه ثانوي تمام برضه لازم البلاطه تبقى ايه وان واي هنا ميزته ان انت وانت جوه الصاله ما انتش شايف مين شايف البرندين ده ماشي طبعا هنا في هتقابلنا ميزه كمان ان انا عندي دي كانها ايه بالظبط كانها كاميرا وعندك يبقى ممكن احط بلاطه فين فوق وتحت فقال لك بقى ممكن اعمل بلاطه فوق وبلاطه تحت ومولانا عنده بقى بقى الايه الشقه هنعمل لك بقى واحد
بقى الفرنديك. انت كده سيستم فوق بعض. ايه؟ اه ما هو ده اللي انا بعمله في بعض الافراح والحاجات دي دلوقتي. اقول لك ازاي؟ دلوقتي لما يبقى عندك هو اوف فانت بتقدر ايه؟ تعيش عليه عادي. ممكن احط بلاطه فوق تقوم عامل لها ايه البلاطه اللي فوق دي؟ كاميرات ثانويه معاك. في نفس الوقت تحط البلاطه فين؟ تحت. ينفع ده ولا لا؟ ينفع. احنا لسه قايلين ان الارتفاع ده ممكن يوصل لثلاثة أربعة متر، يعني كأنه إيه؟ كأنه دور. ماشي كده؟ يبقى استفدت إيه بقى؟ لو أنت عندك دول عمودين، دي صالة أفراح 40 متر بس، فأنت هتعمل تحت الصالة فوق إداري مثلا ولا إيه؟ ولا شقة ولا إيه؟ لأن دول شغالين كأنهم إيه؟ أعمدة. ماشي؟ يبقى أنت ممكن تعمل دور في النص. يبقى هنا البلاطة ممكن تبقى سلاب إيه؟ أفر وإيه؟ ولور دي نفس القطاع العمود زي؟ قطاع العمود زي؟ أنا عمود ده؟ إحنا لسه ما جبتش ست قطاعات بس ده بيبقى أصلا متر ولا حاجة مش هيبقى صغير يعني من نص متر لمتر العمود نص في نص مثلا أو نص في 40 ده عمود إيه؟ مش هيقدر يشيل دول؟ هي الفكرة كلها أنت كده كده السيستم ده موجود صح؟ أنا عملت ليه الفرندين؟ عشان أغطي بيه الصالة ده يعني لو حطيت عليه حاجه زياده كمان هيشيلها عادي مش ده هو انا خلقت عمدان مثلا جديده زرعت عمدان ولا دي دول كده كده موجودين الفكره ان هو ابر الابر عشان يوصل للور محتاج مين فيرتيكال فالفيرتيكال ده شغال كانه دلوقتي كانه عمود هيشتغل ولا لا اشتغل ده يديك ايه بقى كاستيكال سيستم كل اللي هتعمله لما تيجي تحل هتحط الاحمال فوق وزيها ايه تحت يعني لما يجي لك في مساله مثلا حط لك احمال فوق وتحت مالك معناها ايه اللي كان في بلاطتين، بلاطة فوق بلاطة. طيب في نعمل ممكن نعمل زي الارش برضه اللي هو الحل الرابع لو انت عايز تعمل سكاي لايت يبقى سلاب قد ايه بقى؟ طول نفس الفكره بالظبط اهو بس بدل ما اعمل البلاطه كلها فوق او تحت جزء فوق وجزء تحت يعني في النص هنا كده مثلا دي البلاطه هنا دي البلاطه كنت عملتها في القرش برضه هتستفيد بقى من الموضوع كده انت عملت الصاله كلها ولا لا؟ مغطي الصاله وانا جبت الحته دي انا عامل ايه؟ شبابيك شبابيك ده هتدخل ايه؟ النقط جوه الصاله يعني طول الصاله كده ده السيستم اللي بعده صح؟ هيبقى في المنطقه دي في ايه؟ شباك الشباك ده هيدخل لنا الاضاءه خامس حاجة ان هو ممكن يبقى ايه بقى؟ الفرنسيين زيه زي القرش هيبقى ممكن يبقى ايه برضه؟ سوتوس ممكن يجيب لك صالة 40 متر ولا 35 متر يقول لك اعملها سوتوس يبقى الفرنسيين برضه ممكن يبقى سوتوس استخدم مع سوتوس يعني لو انت عندك صالة عرضها 40 متر فهتضطر تعمل ايه؟ فرنسيين ده الفرنسيين وهيتكرر كل مسافة ايه؟ قال لك ده اتجاه الشمال يبقى انا لازم اعمل ايه بقى؟ لازم ترفع البلاطه في حته وتنزلها في حته اهو دي البلاطه هتعمل هنا كاميرا ايه اكيد؟ ريجي بي وتحط البلاطه هنا وتعلمها يبقى دي البلاطه طبعا هتقابلنا نفس مشكله مين بالظبط؟ بس دي الشبابيك جاهزه اهي مفيش فيها مشكلة. المشكلة هتقابلنا في مين؟ في السلاب. السلاب دي كنت في أول السنة بتقول إن في كام نوع ثلاثة. وان واي سوليد. وان واي هولو وإيه؟ سوليد والسكندري. النوع الأولاني والتاني هنا برضه ما ينفعوش زي الأرش. ليه؟ عشان لو أنت عملتها وان واي يبقى في حمل موسع على الكرة دي ما ينفعش يبقى لازم إيه بقى؟ لازم كاميرات ثانوية عشان الحمل بتاع البلاطه دي يبقى مين؟ الكاميرات الثانوية بعد كده الكاميرات الثانوية تعمل ايه؟ ترمي على مين بقى؟ على الجوينت على طول زي ما كان في القرش بس كان هيرمي على مين في القرش؟ على الهامبر إيه كان هيرمي على الطيف ما ينفعش يرمي على الطيف كان هيرمي على مين؟ على القرش ماشي؟ عشان هو الدكتور هيشرحه عشان برضه احنا ايه؟ ما هو المره الجايه يقول لك السيتوس بقى مركبه على مين؟ على ايه سيستم؟ اصلا ده المفروض من الاول خالص كان سيتوس يتاجل لحد الاخر
بس الفرقه دي كانت خدت عنه ايه خلفيه ماشي حد عنده مشكله في الحاجات دي هو السنه دي كان جاب ايه السنه دي السنه دي على بعضها كده ايه استثناء استثناء كل سنه لازم استثناء هو بتاع العمود الاصلي ده مش معنى ليه العمود الاصلي يعني بيبقى بتاعه العمود الاصلي هقول لك بس العمود الاصلي يبقى جاي لك يا جماعه انا بصمم ما هي عمود ازاي الرياكشن ده المنشا بتاع ايه كان شكله سائد على مين على عمودين يبقى كل الاحمال الموزعه دي نصها يروح هنا ونصها يروح هنا العمود ده مثلا جاله 100 طن صح؟ هتعرف تصممه على 100 طن بي هو شايل نورمال بس يبقى بي ساوي شويه الخرسانه وشويه مين الحديد تجيب القطاع بتاعه مش لازم يبقى مربع هو هو على الطرف اهو يبقى ممكن يبقى ايه؟ مش تنظيف يعني مثلا هفترض ان هو يبقى عرضه 40 البعد التاني هتجيبه منين؟ بالتصميم هتجيب المساحه المطلوبه للعمود وبعدين تساوي بي في تي بي ب 40 يبقى التي متر بقى متر ونص على حسب مين؟ على حسب الحمله احنا مش مشكلتنا مثلا العامل احنا مشكلتنا في مين؟ السيستم بس هو المشكله بس كده حد عنده مشكله في الحاجات دي؟ نيجي بقى المفروض يعني في الغالب المعدل ده عشان تصممه محتاج لك 3 ساعات ولا حاجه معاك ليه بقى؟ عشان هو كلوزد فريم صح ولا لا؟ هو كلوزد فريم كلوزد فريم ده عشان تحله اصلا محتاج ايه؟ محتاج لك ساعه فاللي علينا اللي احنا نرسم عليه بقى الاول الاسترينج اكشن هنبدا بالاسترينج اكشن اه ينفع اعمل دورين عادي اي حاجه تنفع فكر انت لسه هتعمل احنا بقى اول حاجه نتعلمها المفروض يعني انت عشان تصمم لازم ترسم مين؟ فلازم نرسم البيننج مومنت دايجرام والشير والنورمال فرونت دايجرام على الفرونتين هي مش عايز فرونتين جت كانت بتيجي كده هو يجيب لك ده مش عايز ده فرونتين اهو العرض بتاع الفكره الواحده كام؟ 4.5 الارتفاع 4.2 بيديك ايه بقى؟ شويه احمال طبعا لازم الاحمال تبقى فين؟ على الجوينت بيديك احمال من فوق واحمال من تحت طب اديني المساله كده يا باشمهندس؟ وانت دلوقتي عندك مشكلة أي حاجة كتبتها قبل كده مش هتعرف تسلم لها هو بس والله ولا شيء عادي هو التصميم يعني إيه؟ تجيب السترينج أكشن وتقوم مصمم من خلال كده ده بدأت من أجيبه الأول هنا أنا جايبهم هي اللي بقى صعب أنت لما تشوف تعرف إن هو مستحيل أصلا أجيب لك تصميم أنا عندي حاجة زي دي أهو جايب لي أحلام منين كمان؟ من تحت كده لما أجي تحت دي بقى كام؟ 12 ده معناه بقى ان كان في بلاطه كام فوق وبلاطه تحت. احنا قلنا البلاطه ممكن تبقى فوق ممكن تبقى تحت. ليه بقى اللي على الطرف اقل اللي جوه؟ عشان دي كمان ثانوي يعني انت لو انت بتحل ده يبقى ار ده تقريبا ار على 2 صح؟ فالبلاطه اللي فوق كانت اقل شويه من اللي تحت. عشان كده ده 12 وده ده كام؟ 10. احل دي ازاي بقى؟ طبعا اول حاجه عشان نحل دي اتفقنا ان احنا نفرد ايه؟ الجد طبعا فرضين قال لنا في طريقه بقى للحل اول حاجه اول حاجه احول الكاميرا البرانديل بتاعي لكاميرا افتراضيه وترسم عليها مين؟ البيندنج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام يبقى دي اول خطوه في الحل احولها لقمر افتراضي يعني ايه؟ يعني احولها لخط مش هي في ابر وفي لور احولهم لخط واحد ويبقى ايه؟ قمر عادي خليها يبقى القمر العادية دي اي حمل في النص يبقى كام؟ هتجمع 22 ال
اللي هي 12 زائد كام؟ 10 على الطرف. امسك المعلومة اللي فاتت، امسك المعلومة اللي فاتت. 11 يبقى دي اسمها ايه؟ كاميرا افتراضية. يبقى دي أول خطوة. تاني خطوة المفروض أعمل إيه؟ أعمل إيه بعد كده؟ ارسم بقى المومنت والنص أو الشيء. هي طبعًا الجو شايف عليها النص، الجو شايف عليها النورمال، مفيش إكس. لكن البرانتين نفسه عليه نور. أي مثلًا حولت الفريم لإيه؟ لبيل. فأنت هتيجي أول حاجة لازم تجيب مين؟ رياكشن. طبعًا ده أسهل رياكشن في العالم. هتجمعهم كلهم وترسم عليه اثنين وهم هو كمان. فده طلع 66 تمام؟ وبعدين نرسم بقى. شوف بقى يبقى عندك كام قطاع؟ كل ما المكان تكبر كل ما القطاعات تزيد. طبعا لما تسد اللي هي 4 ونص. حد يرسم لنا بيني كمان ده يجرام بقى كمان اكتر. اول حاجه لازم نعملها ايه؟ سفينه. ده واحد اهو، اثنين، ثلاثه، ده اثنين متمثل. ماشي. في 60 ونص ناقص 11 ونص. ودي بقى ما هو ده الاثنين دول يا جماعه بيأثروا على نفس النقطه. يبقى المحصله بتاعتهم اللي هي كام؟ 55 كم؟ 4 ونص. فده يطلع كم؟ 247 ونص. هنا 55 في 9 ناقص 22 في 4 ونص يطلع 396. دخل بضاعة 55 في 13 ونص بس 22 في 9 ناقص 22 في 4 ونص يطلع 445 ونص. طبعا ده يعرف من ده زيه وده يعرف من ده زيه. يبقى ده عارف انه رقمته 247. كلمة سمعنا على البتاع ده خلاص كده؟ في المحاضرة عملها لنا على الناس سمعنا عايز ده احنا مش حلو كده عايز ده لا 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 لازم ترسم مين يا جماعه ده؟ ده العزم اللي انا هرسم منه ده. ده المفروض توزعه على مين؟ على دول. هتوزعه ازاي على دول؟ هنشوف بقى انا رسمت الاول العزم. الخطوه الثانيه ارسم مين؟ الشير. الشير هنرسمه ازاي؟ الشير طبعا ده هتطلع مين؟ 55 ثابت تنزل 22 يبقى كام؟ 33 22 يبقى كام؟ 11 33 كام؟ 55. يبقى ده الشيء في وسط ده ماشي؟ هو ده اهم حاجه. بعد كده المفروض اعمل ايه بقى؟ عايز ارسم البندنج مومنت دايجرام على مين؟ على البراندين نفسه بقى. ها؟ اه انت بس عارف ان الهنج دي في النص عندها العفو كام؟ فنرسم بقى العدد. طبعا هي ايه متماثله فممكن ارسم ايه؟ هرسم لك جزء منها. ده اكتر من نص بشويه. انت عارف بس العدد ده كام؟ ده النص يا ماشي؟ هي الفكره في ايه بقى؟ العزم اللي انت جبته ده المفروض يتوزع على مين؟ على الابر واللور تمام؟ فبيقول لك القانون بتاعنا المفروض ام ابر عند اي بتايم بتساوي ام لور بتساوي ايه بقى؟
فرق العدوان في المكي على 4. بقول لك جاب منين القانون ده؟ يعني ايه فرق العدوان؟ يعني دلوقتي انا واقف في البكه دي. البكه دي اللي هي عشان الاليمنت الاولاني والثاني ده، العزم هنا كان كام؟ 47.5. فانت عايز تجيب العزم. يبقى المفروض من اخر المثلث ده شويه هنا وشويه هنا. ماشي؟ فبقول لك نجيب الشويه دول ازاي؟ فرق العزوم على كام؟ على 4. فرق العزوم يبقى كام؟ 247.5 ناقص 0 على 4 يطلع لك كام؟ 61.88. الفكره بقى 61.88 دول هتشوفهم ازاي؟ قال لك هو العزم في النص ده بيبقى بكام؟ صفر. فقال لك هنرسمه كده. يبقى دي 61.88 ودي 61.88. طالما صفر وهي متماثله يبقى لازم ده زي ده. خلاص؟ ليه بقى رسمته كده؟ ما هو قدامي حلين، يا اما كده يا اما كده. بناء على مين بقى؟ على العزم الاصلي. بيقول لك مين العزم؟ دي المعلومه الاولى. القيمه يعني الثانيه مين العزم؟ هو نفس ميل مين؟ ميل العزم الاصلي. يعني انت دلوقتي عارف ان القطاع ده 5.61 يا اما فوق يا اما تحت. بناء على مين بقى؟ على العزم. العزم ده فين؟ يبقى انت لما تيجي تحطه هنا احطه ازاي؟ موازي ماشي؟ تحت. تحت انت عارف ان هو موازي اهو. انت في النص يبقى لازم دي قد دي اللي هي 61 وكام؟ 88. ودي 61.88. جت من ايه؟ ان العزم ده علاقته بده موازي ماشي؟ هي دي الفكره. جت منين بقى؟ انت لو خدت المثلث ده كده عشان تعرف جت منين؟ انت بتفترض ان في النص بكام؟ صفر صح؟ يبقى ده المفروض الصفر بتاعي، ده الديتم بتاعه. يبقى المفروض تاخد المثلثين دول تحطهم على مين؟ على المنبريه، صح؟ بس واحد هياخد ايه؟ نص. نص واحد هياخد نص. فانت لما جيت في النص هنا بقى ده مين؟ الواحد فيهم؟ هو المفروض الفرق على كام؟ على الاثنين. يبقى العزم على بعض الفرق على الاثنين، لما كل واحد بقى ياخد نص يبقى الفرق على كام؟ على 4. يعني انا جت منين تاني اهو؟ ده كان عندك المثلث بتاعه. اللي هي دي 247.5. فهنا في الصفر يبقى المفروض القيمه دي 247.5 على كام؟ على الاثنين. بس هتوزع نصها فوق ونصها تحت. يبقى 247.5 على كام؟ على 4. انا المفروض اعمل كده في كل الايه؟ البكيه. البكيه اللي بعدها رقم عامل ايه؟ 396 ناقص 47.5 على 4 هيطلع قيمه. القيمه دي طلعت كام؟ 37.12. كده ولا كده؟ نفس ميل العزم. يبقى ده 37.12 تحت زي اللي بعدها 345 ناقص 396 على كام؟ على 4 يطلع ده كام؟ 12. ليه عملته كده في الاتجاه ده؟ عشان ميل العزم. هتلاحظ ايه بقى الملاحظه اللي انت خلي بالك منها؟ انت بتحل كل ما ادخل لجوه بيقل. ليه بقى؟ عشان انا بحسب الفرق. لان انا كل ما ادخل لجوه الفرق ايه؟ بيقل. يبقى كل ما ادخل جوه العزم بيقل. طيب الناحيه الثانيه اعكس بقى. ليه بقى اعكس؟ عشان العزم الاصلي ده عكس. يعني ده 12.4 وده 12.4 ماشي؟ وهكذا بقى. يعني البكة اللي بعدها المفروض تبقى كام؟ 37 ماشي كده؟ يبقى هو قانون واحد لسه تحفظه. الفرق ناقص كام؟ لو الفرق اصلا على 4 والميل نفس اتجاه مين؟ العكس. خلاص؟ طيب بالنسبه بقى للفيرتيكال انت كده جبت الريزلت لسه مين؟ الفيرتيكال. بيقول لك العزم على الفيرتيكال بقى مش هنعرف نجيبه غير من مين؟ من اتزان الجوينت. دلوقتي كل جوينت تبقى عندك الايه؟ عندك المجاهيل. يعني الجوينت دي قبل ما تحل كان عندها 3 مجاهيل، بقوا كام؟ بقوا 1. كل جوينت عندها مجهول 1، يبقى عمل اتزان واقوم جاي. شفت الاستراكشر بصفر يعني. يعني هنا اهو. هنا ده العزم فوق بكام؟ 61، يبقى ده 61 برضه، يبقى ده المفروض 61.88 برضه. هنا ده صفر، يبقى دي ماشي. طبعا هتبقى المشكله دايما فين؟ في اللي جوه. اللي جوه مثلا الجوينت دي، حد يجيب لنا الجوينت دي؟ نجيبها ازاي؟ هنا العزم فين؟ 37 وكام؟
12 هنا خلي بالك بس من الاشارات او الاتجاهات دي يعني معاك ستين كام؟ 8 ممكن هتفضلك برضه كده كده يبقوا مع بعض الاتجاه مع بعض يبقى ده المفروض مجموعه وايه؟ واحد لما يكون من اخر واحد في واحد وتحت يبقى الثالث مجموعه وايه؟ واحد يبقى ده المفروض كام؟ 37 زائد 61 يطلع ده كام مثلا؟ 99 طبعا خلي بالك بقى من الاتجاه ده فين اهو؟ شمال ولا يمين؟ شمال؟ اهو انا عن الشمال دي يبقى ده فين؟ شمال اللي بعدها ده 12 و4 وده 37 و12 يبقى ده برضه مجموعه ايه؟ بعكس 49 ونص وتمر بيه برضه هنا طبعا ده اسهل واحد ده ايه علاقته بده؟ ده ايه بعض في القيمة وعكس بعض في الإشارة يبقى ده بكام؟ طبعا طول ما هو سيمتريك يبقى لازم العدد في النص يبقى بكام؟ ماشي الناحية التانية عكس ده 49 وايه؟ اللي هي دي ماشي يبقى هما المومنت جبت القمر الافتراضية الابر واللور الفرق اللي عندهم على الاربعه والفنتريكل من ايه؟ من الاتجاه ماشي نيجي بعد كده مين؟ الشير طبعا الشير الشير اسهل شويه في الابر واللور نلعب على بعض اهو عندنا ست باكيات عايزين نرسم الشير فرصه دايجرام على مين؟ على العناصر يقول لك بقى الشير على الابر بيساوي الشير على اللور بيساوي ايه بقى؟ الشير بتاع الكاميرا الافتراضية على الاثنين ليه بقى؟ هو ده مستطيل كام اللي هيحصل؟ نص فوق ونص تحت يبقى المفروض الشير اجيبه منين؟ الكاميرا الافتراضية يبقى ده كام؟ او شكله هسيب لك شكله الاول ده شكله ماشي القيم دي بقى كام؟ هتاخد دول هتضم على الاثنين يعني ده 55 على الاثنين يعني ده 30 على الاثنين 11 على الاثنين 12 على الاثنين 33 على الاثنين خلاص مفيش اكتر من كده نرجع نشوف مين بعد كده الشير على مين؟ على الفيرتيكال الشير على الفيرتيكال هو اللي فيه مشكله بقى الشير على الفيرتيكال بيقول لك بيساوي ايه؟ ام فيرتيكال على اتش على يعني احنا ايه؟ العزم على الراسي على مين؟ على نص الارتفاع، بقول لك جت منين؟ دلوقتي لو انت خدت الممبر الراسي ده صح؟ انت رسمت العزم عليه اللي هو الجنب الخلفي هو واحد بعد 60 88 بعد 60 88 ايه اللي هيخلي العزم ده اصلا يبقى موجود؟ اكيد في قوه في قوة فوقية على المنبر الرأسي دي ايه؟ طيب انت مقتنع بقى ان النقطة دي عندها شير رايح جاي كده ولا لا؟ ليه حطيته كده؟ عشان لو جينا نكتب عند القطاع ده هنحصل هنا اهو يبقى ده ايه؟ القوة في المسافة دي لازم يبقى لبره ليه؟ عشان يعمل لي عزم بره هنا دي لازم يبقى جوه عشان يعمل لي عزم ايه؟ جوه تمام؟ يبقى المفروض عشان يبقى لي مومنت هنا كنت كذا يبقى لازم تضرب القوة دي اللي هي مين؟ الشير في المسافة اللي هي كام؟ شعلة لأن أنت فارض النص فين؟ الصفر قصده فين؟ في النص يبقى المفروض عند النقطة دي في قوتين شير كده عكس بعض مش هيضرب إلا أنت لما تصفر يبقى لما تصفر في شير اللي هو بيو فيرتيكال بيساوي الام فيرتيكال على مين؟ اتش على ماشي كده؟ طيب يبقى هنا بس 61 88 اتش على دي طبعا الفرنتين كله ايه؟ ست انت عندك بكام؟ 2-1 لان هو بيديك اتش اللي هو الارتفاع 4 و2 على الاثنين يبقى 2-1 يبقى كل اللي هعمله اقوم جايب الايه؟
العزم وقسمه على كام؟ 2-1. يوم الدكتور مين؟ الشيخ. هتبقى مشكلتنا في ايه بقى؟ هو جوه ولا شمال ولا يمين؟ فانا هرسمه لك وبعد كده اقول لك ازاي. هو الدكتور شرحه؟ شرحه. الدكتور حامد ده كان بيشرح المرور التاسعي. 29 46 جت منين دي؟ 61 على 2-1. اللي بعدها 47 و14. اللي بعدها 23 57. اللي بعدها كام؟ 0. اللي بعدها 1 بقى تجاوب كده، 1 بقى تجاوب كده. خلاص ده شكل الشيرة اهو. القيم تمام، بس انا لازم بقى النص ده ايه؟ ناحية اليمين والنص ده برضه ناحية اليمين، ده معناه ان هو ايه؟ انت لازم تبقى تلمسه العكس، انتي سيميتري، زي ايه ده اهو؟ ما ده النص ده زي ده بالظبط، بس ايه؟ ده فوق وده تحت. الانتي سيمتريك بقى يبقى ايه؟ لما دي تطبقهم على بعض يكملوا بعض. يعني لو ده يمين يبقى ده ايه؟ يمين. لكن لو ده يمين وشمال يبقى هما ايه؟ سيمتريك. ماشي؟ طبعا هي في الحاله دي متماثله فالموضوع سهل. عشان انت تعرف بقى ايه؟ شغل الكلوز فريم عادي. لو انا جيت قطعت هنا في النص كده يبقى المفروض ده شكل مين يا جماعه؟ عشان تبقى عارف عشان لو اختلف مثلا ده شكل مين؟ نص صح؟ انت المفروض كده واقف فين؟ جوه الفيراميد ده شكل العزوم. جبته منين شكل العزوم ده؟ انت اللي رسمه؟ يعني خدت النص ده بس ماشي؟ يبقى الشيل ده المفروض يتجاوز زي كده صح؟ وده كده ده الشيل. انت بقى هنا داخل رسمته جوه، داخل رسمته جوه، داخل رسمته جوه، هنا بقى داخل ورسمته بره، ليه بقى؟ شكل شمال بس صح. ده نص الفريم يبقى ده ايه؟ شمال وده يمين. شمال يبقى طالع مع الطالع وداخل مع الداخل يمين يبقى ده العكس. عشان تعرف حاجات من ايه؟ عشان في مثلا مسأله يبقى فيها مثلا ايه حاجه مش متماسكه. هي دلوقتي باينه عشان متماسكه. فكده كده ده الناحيه دي يبقى ده زي الناحيه اللي هو يمين يعني. لكن هي الفكره كلها شغل الفريمات عادي خالص. انت دلوقتي ده على شمال. يبقى القوة دي داخلة يبقى المفروض يترسم ايه؟ جوه. القوة دي داخلة برضه بس يعمل يمين يبقى المفروض يترسم ايه؟ بره. ماشي. حد عنده مشكلة في الشيب؟ نيجي بقى آخر حاجة مين؟ النورمال. النورمال برضه هيعتمد على مين؟ على الكاميرا الافتراضية. يعني الشير اعتمد على الكاميرا الافتراضية هو مين؟ والمومنت. النورمال كمان اعتمد على الكاميرا الافتراضية. طبعا المومنت برضه مهم. طبعا يا جماعه انت اصلا عملت ايه كده؟ انت اصلا كده فكيت الفريم او البرانديكس. يعني ممكن النورمال اجيبه من الاتزان. يعني ممكن انا دلوقتي لو انا خدت القطعه دي كده اللي هي اول واحده دي فانت عارف ايه؟ عارف ده وعارف المومنت. فانت تقدر تجيب ايه؟ تقدر تجيب ده وده خلاص. بس احنا مش هنعمل كده بقى، هنجيبها برضه بطريقه قوانين زي دي عشان قال لك ايه بقى؟ النورمال فورس على الابر فقيمه هتساوي النورمال فورس على اللور هيساوي ايه بقى؟ العزم المتوسط على ايه؟ بس هي المشكله في العزم المتوسط ده. خلاص يعني ايه عزم متوسط؟ يعني تجمع العزم في الاول ده العزم في الاخر على كام؟ على الاثنين. و اتش اللي هي 4 وكام؟ 2. يبقى تجيب العزم المتوسط وتقسم على كام؟ هنا الاولانيه المتوسط بتاعهم كام؟ 247.5 زائد 0 على 2 ده المتوسط. اللي بعدها 247.5 زائد 396 على كام؟ على الاثنين. اللي بعدها وهكذا 396 زائد 4 4 5 ونص.
الفكره في ايه بقى؟ لما تحسب الاولاني هنا بقى بتكبر اللي بقى المفروض يحصل النورمال يديك كل ما تدخل جوه. يعني الفرق بين المومنت والايه النورمال ان المومنت بيقل لان انت واخد فرق، لكن النورمال بيزيد لان انت واخد ايه مجموع. فده طلع المنطقه ده شكل. طبعا هي متماثله بدا ايه هينزل. طبعا هو فوق زي تحت حد يقول لي الولد ده 247.5 على 2 على كام؟ ما تنساش الاتش على 4.2 يطلع ده كام؟ 29 46 76 و6 102 طبعا يا ابو كمان ماشي. الفكره بقى في ايه؟ الاشاره بقى حد قلنا الاشاره يا حد هيقول لك اول حاجه خالص احنا اتفقنا ايه؟ الابر ايه وظيفته؟ كان ضغط واللور شد. احنا قايلين اصلا عملنا انقطاع خرجناه واللي فوق شايل ده واللي تحت شايل شد. هتيجي منين؟ من العزل. ده العزل العزل بتاعنا مش هيشم البيت يبقى كله بيشد ايه؟ تحت وبيعمل ايه فوق؟ بيضغط. كل الفكره ان هو بيزيد كل ما تخش فين؟ في النص. لان هو معتمد على مين؟ على العدد. لان هو معتمد ان انت بتجيب هنا متوسط. المتوسط هنا كل ما تدخل جوه بتدفع حاجتين كبار، يعني انا كان صفر زي الحاجه. هنا حاجه زي الحاجه اكبر، حاجه زي الحاجه اكبر، يبقى اللي بيحصل بيزيد، ماشي؟ ده النورمال فورس على مين؟ على الابر والجوه. النورمال فورس بقى على الفيرتيكال هو ده السؤال. النورمال فورس على الفيرتيكال ده جاي من اي طريقتين؟ حد عنده مشكلة في دول؟ دول كده خلاص ما عادش فيهم لازم، عرفت ايه فايدة بقى العزل؟ احنا عندنا كام حالة بقى للفيرتيكال؟ حالتين. الفيرتيكال بقى مشكلته يا جماعة ان هو عليه احمال من فوق واحمال من ايه؟ من تحت. ده الفيرتيكال. يعني الوضع بتاعنا مثلا كان كده، كان فيه كام فوق 10 تحت 12. ممكن ايه اللي يحصل؟ يبقى فيه فوق بس او تحت بس. فوق او بس او تحت بس الموضوع واضح. تحت بيعمل ايه؟ نازل اللي هو بيشيل. يعني كده ده متوكل ان هو عليه شد. ده ضغط. لما يكون بقى واحد فوق واحد تحت يبقى حته شد وحته ضغط. يبقى لازم بقى ايه يكون فيه معادله او حاجه. فقال لك ايه بقى؟ المعادله بتاعتنا احنا عندنا احتمالين. على حسب الكبير فقال لك يبقى نص بي توب
ناقص بي يعني نص الايه؟ يبقى عشان نحفظها اهو لما يكونوا عكس بعض في الاتجاه يعني واحد طالع واحد نازل يبقى مجموع لما يكونوا ايه بقى؟ مع بعض نفس الاتجاه يبقى فارق لان هما يكونوا نفس الاتجاه يبقى واحد شد واحد ضغط لما يكونوا بقى عكس الاتجاه يبقى الاثنين ايه؟ ضغط ماشي ده النورم على اليمين النورم تخش على الفكره يا جماعه اجيبه في الطريقه ان انا خدت الاليمنت بره عليه حمل من فوق حمل من تحت قيمه النورم ده بتساوي ايه؟ نص المجموعة أو نص الفرق، إمتى نص المجموعة؟ ده نفس الاتجاه، إمتى نص الفرق؟ عكس الاتجاه، لو فرضا هي ما عليهاش حاجة تحت، يبقى هيبقى إيه؟ بس تبقى مظبوطة؟ معلش، عشان تدفع بس ضغط، يبقى المفروض نص مين؟ خلاص؟ عشان أنت دلوقتي لما تقول مفيش قوة تحت، يبقى ده بالإيه؟ ده صفر يطلع سالب نص مين؟ التوب يطلع كومبريشن لو في فوق لو في قصدي مفيش فوق في تحت بس يبقى تعوض بمين؟ من تحت بس يبقى نص بي بوتوم بس نص بي بوتوم بس يعني يطلع ايه؟ نمشي ماشي؟ يبقى المعادله بالمنظر ده نص البوتوم ناقص التوب انا عملتها البوتوم دي الاول عشان البوتوم شد فلو طلعت هي كبيرة يبقى محصولها ايه؟ شاب، لو طلعت هي صغيرة يبقى محصولها ايه؟ ضغط. تعالى نحط الكلام ده بقى على الايه؟ على الكلام ده. بص ده. عشان ده ما هوش واقف لوحده اصلا. يعني الرأس ده واقف لوحده ولا المفروض في جنبيه حاجات يمين وشمال؟ فانت هتاخد مين؟ ده لوحده. فبفصله، بفصله ما ينفعش تقول ده اتلزق ده على طول. لان المفروض المفروض يا جماعة نعمل اتزان. بس ده حل ايه؟ مختصر شوية، يعني أنت دلوقتي خدت دي أهو كده. الحتة دي. الحتة دي أنت جبت الشيل هنا بقيمة وعرفت المومنت ده وعرفت المومنت ده. المفروض تعمل إيه؟ تقعد تفك بقى عشان تجيب مين؟ الواي دي والإكس دي والواي دي. وهيبقى عندك ثلاث مجاهيل بس. فأنا بدل ما أقعد بعمل اتزان وأفك ومومنت ومش عارف إيه، ففي طريقة اللي هي بتاعت نص ونص. المهم احنا عندنا شكل الجرانديل كان عامل ازاي؟ عشان بس تحسب لنا عند كل النقط اللي جوه. اي نقطه جوه كان عليها فوق 12 ولا 10 تحت 12. دول اللي في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ نفس الاتجاه. يعني الحلقه ايه؟ يبقى نص البوتوم اللي هي كام؟ 12 نص التوب اللي هي كام؟ 10. يبقى نص الاثنين في كام؟ واحد. شدنا ولا ضغط؟ شد. يبقى كل اللي جوه عليهم شد كام؟ دي اسهل طريقه عشان تجيبها شد واحد اللي على الطرف تعال شوف بقى على الطرف كان عليها ايه؟ خمسه ونص من فوق وعليها سته من تحت وطلع لك هنا ايه؟ رياكشن سته وستين ونص يعني تحت في دي بوتوم كام؟ سته وستين ونص ناقص يبقى كام؟ 60 ونص برضه مش عارف 60 ونص 60 ونص وده 5 ونص 60 ونص وكام؟ 5 ونص يطلع كام؟ 66 5 ونص طيب عكس بعض خلاص انت بص النقطة عندها حاجتين واحد طلع واحد نازل فكانوا فين؟ المعصرة يبقى دي كام؟ 66 ونص 66 اه يبقى دلوقتي النورمال بتاعنا هيساوي ايه؟ 66 هما في نفس الاتجاه يبقى ايه؟ قصدي عكس الاتجاه هما مجموعين والسالب عشان يطلع كومبريشن يطلع نص السالب كام؟ 66 يطلع كام؟ 33 33 طالب كومبريشن و33 طالب ايه؟ كومبريشن عادي عادي النورمال يا جماعه ايه؟ النورمال ملوش قواعد ليه ايه بس؟ شراب لكن المومنت والشير المومنت والشير والشراب ليه ايه؟